السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله نحضر معكم سيجار مالحين لذاد بحشوه اقتصاديه بالخضار والتونه وغير في الفرن بدون قلي. كيجيو مقرمشين كيف ما كتشوفوا كانهم مقليين في الزيت. تابعوا معايا هنايا المقادير. عندنا انواع ديال الخضار المبشوره، عندي البصل، الجزر، قرع الاخضر والفلفل الالوان. عندنا 200 غرام من الشعريه الصينيه درناها في الماء ساخن. عندي هنا معلقه كبيره ديال الزبده، جوج معلقات كبار من المعدنوس والقزبر. عندي هنا علبه ديال التونه. بالنسبه للتوابل، معلقه صغيره زنجبيل، شويه الملحه، معلقه صغيره من بودر ديال الثوم، معلقه صغيره من توابل السمك، شويه الحار. عندنا جوج معلقات كبار من الصويا صوص، زيت نباتي باش غادي ندهنوا الورقه، 60 غرام من الزيتون مقطع قطع صغيره. عندنا 100 غرام من الجبن مبشور والورقه ديال البسطيله. تبعوا معايا هاد السيجار هذا، انا متاكده انه ما غيعجبوكم وينالوا الرضا ديالكم لانهم كيجيو مقرمشين كانهم مقليين في الزيت. والى اللقاء، الى وصفه اخرى ان شاء الله.